للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهناك اليوم يعني حركية حثيثة جدا على المستوى الدولي وخاصة الأنجلو ساكسونية للإعداد لهذا روني كاسان فرنسي في وضع هذا الإعلان، وأن يستحضر دورة أول، وكانت نساء بطبيعة الحال آنذاك، مازال ما كاينش في مواقع القرار الأممي، ولكن كانت السيدة أولى التي ترأست أول لجنة ستؤسس بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وهي السيدة إليانور روزفلت. أنا أريد بهذه المناسبة أن أشكره وأن أهدي هذا التكريم لزوجتي فاطمة ولطفلي بنتي مريم وسي محمد رضا. خالد ميرسي سي دليس لا تا التي تمزج بين روح المسؤولية والعلاقة. لقد كانت لنا مع الأستاذ المناضل سنجو عدة ذكريات، كنا دائما على اتصال يسأل عنها ويتتبع أخبارنا. لقد تحولت هذه العلاقة بعد ذلك إلى علاقة نمد يدنا للبعض من أجل بناء هذا المغرب الجديد الذي يقوم على حقوق الإنسان وعلى كرامة الإنسان وعلى قيم المثلى الإنسانية. فتحية لكم جميعا وتحية للمحتفى به مرة أخرى، ولكم جميعا ألف شكر على حضوركم.